هل سبق للبيبي ديورو دييغو أرماندو مارادونا اللعب مع فريق عربي؟ الإجابة هي نعم. دييغو مارادونا بطل العالم 86 لعب في السعودية مع نادي أهل جدة سنة 1987 في مقابلة بين أهل جدة وفريق براندبي الدنماركي بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس الراقي أهل جدة. براندبي بطل الدنمارك في ذلك الوقت كان يضم لاعبين كبار مثل بيتر شمايكل الذي انتقل بعد ذلك إلى مانشستر يونايتد، وبراين لاودروب الذي لعب في بايرن ميونخ، وكيم فيلفورت وغيره. مقابلة استعراضية أمام فريق سكندنافي قوي بدنيا بعد 8 جولات في الدوري الإيطالي ونابولي متصدر في ذلك الوقت. القصة لم تعجب رئيس نابولي كورادو فيرلاينو خوفا من الإصابات وسط حرب سكوديتو مع اليوفنتوس. ولكن من كان يقف في وجه مارادونا وقرارات وكيل أعماله في تلك الفترة غويليرمي كوبولا. مشاركة مارادونا بقميص أهل جدة قيمتها 100,000 دولار، ويقال أنه بواسطة الوكيل مع نابولي هذه المشاركة وصلت قيمتها إلى 250,000 دولار. لعب مارادونا المقابلة التي حضرها أكثر من 60,000 متفرج، سجل هدفين وساهم في 3 أهداف، وفاز أهل جدة على براندبي بنتيجة 5-2. والأهم من ذلك أن مارادونا لم يتعرض إلى أي إصابة وعاد إلى استاديو سان باولو في نابولي وفي جيوبه أكثر من 100,000 دولار. سيبقى هذا الحدث تاريخيا إلى الأبد. البيبي ديورو مارادونا بطل العالم مع الأرجنتين، بطل إيطاليا بعد ذلك مع فريق نابولي، لعب بقميص الراقي أهلي جدة السعودي.